احنا حزب سياسيا ماشي دينيا، الحمد لله. يعني الاستقامه والتقوى الدينيه، انا ما نقدرش نقول شكون اللي فينا مستقيم اكثر من الاخر، حتى نتلاقاو عند الله. باقي حتى واحد فينا ما قطع الوالد اللي خرج ليه سياسيا. يعني المرجعيات ديالنا مختلفه وكتظهر متضاربه. ولو كان قالوا لك انت في 2010 ولا في 2009 اللي غيجي واحد النهار غتكون الى جانب عبد الاله بن كيران وغتعاني معاه، وجاو قالوا لي انا وغتصبروا على هذيك المعاناه، ما تصدقش. حتى انا ما نصدقش. كنا في الانتخابات دائما نحن وياكم، مش غادي نقطع عليك انت ولا كنتو، انتم هما الخصوم ديالنا الاصليين وحنا الخصوم ديالكم الاصليين، وهكذا كان النشاط بيننا. هذا ما كانش كيمنع يكون بعض التواصل من اللي كان حتى في الخطه، من اللي حمدت القضيه الاخ الامين العام السابق السي سعيد مع الدكتور الخطيب، عقدوا لقاء معكم اذا كتذكروا في الدار ديال الدكتور الخطيب، وقع فيه تفاهم. انا ما حضرتش لان هذيك الساعات انا كنت شي شويه متشدد. لكن انا ماشي هذا الشيء علاش نقول لكم هذا الكلام. انا نقول لكم هذا الكلام لكونكم ترتيوا الانتباه ديالي ملي دخلت الحياه السياسيه. دخلت الحياه السياسيه كنت كنشوف الاحزاب الاخرى، ولكن الناس ديالكم كانوا كيمانوا لي اولا كلهم بادبين. انا ما نذكر حتى واحد من هذو اللي قدامي الان الا السي خالد النصيري. انا كلكم باقيين شباب، لكن الجيل ديال السي طيب الشكيلي، السي اسماعيل العلاوي، السي عمر الفاسي الفيري، والاخت امينه بريدي، ويعني كلكم مؤدبين. التدخلات ديالكم كانت كتعجبني لان كانت كتكون موضوعيه تيكون فيها معنى. كان بعض الاخوان من بعض الاحزاب عندهم واحد القدره هائله على التدخل بطريقه طويله عريضه، ولكن تبقى تقول اش قال الله اعلم انت ولا. كان كذلك يعني التواضع الصواب. وثم كنت كتبان لي في كل جديه، مثلا انتم الوقت كتقول الوقت كتجيو في الوقت. يعني اول تجمع كنا درناه وصديناكم تجمع ديالنا، ولكن شكون اللي جا الاول؟ ولا اسماعيل العلاوي هو دار لك شي هو اللي سبقنا من اللي جيت انا حشمت. ما تسبقوش السي لا ولكن انا جيت معطل، اسمح لي ما كاينش لا كون جيت غير في الوقت تجي بعدي يجي قبل مني ولكن جيت. فهاد هاد 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 الاخلاق اللي ميزتكم طارت الانتباه ديالي من هذاك الوقت. وكان ديما علاقتنا وديه، واخا كان كيوقع شويه ديال الشنعان بعض المرات سياسيا، كانت العلاقات في العموم وديه. وعلى كل حال بيني وبينك كانت ديما وديه كتذكر هذا الشيء. لما جات الاحداث ديال 20 فبراير واللي الناس فيها خرجوا عن حق، لا اللي خرجوا من غيرنا ولا اللي خرجوا منا ومنكم، لانهم كان عندهم اقتناع بان الامور ماشي معقول تبقى غاديه في هذا الاتجاه. كنا غاديين للهوسه، الناس اللي خرجوا من هنا والناس اللي خرجوا من هنا عبروا على واحد الشيء اللي حنا ما اتفقناش عليه من جهه الخروج، ولكن ماشي ما اتفقناش على الاسباب ديالو. وفي نفس الوقت حنا بقينا شادين من الجانب، قلنا حنا ما نخرجوش ولكن حنا متفقين على المطالب اللي كانت ديال الاصلاح. وحتى هما ملي شافوا باللي البعض منهم على الاقل شاف باللي المطالب ديال الشارع ما بغاتش تعمل سقف معقول، قرروا باش ما يغامروش بالمستقبل ديال البلاد وباش يرجعوا للمواقع ديالهم في الاحزاب ديالهم، وقع هذا الانضباط والالتزام الرائع في الحقيقه. من ذاك الوقت بدا التواصل بيناتنا في بيت السي الصبيحي محترم وعلى عشاء سلاوي اصيل التين ولا، وبدات هذه المسيره اللي في الاول كان كيطبعها داك الشيء اللي كيطبع الاتصالات اللي كتكون في البدايه. ولكن بطبيعه الحال سي نبيل انت تكلمتي على هذه الخمس سنوات شنو نتج عليها. خلي الحصيله الحكومه اللي هي نقدر نقول لك الحمد لله كنعتبرها مشرفه جدا، وعقل على هذا الشيء تقول لك السي نبيل تاريخ سيذكر هذه الحكومه.
لانه وقعوا فيها اشياء ودارت اشياء اللي ما كانش يعني يتخيل انه غتجي واحد الحكومه وديرها كلها بهذا الحجم. ولكن اللي نتج على هذه العلاقات مع الاحزاب الاخرى كلها اللي معنا بالحكومه، لا اللي كانت معنا بالحكومه في حزب الاستقلال ولا مع الاحرار ولا مع الحركه، ولكن بيني وبين الحزبين نشات علاقات خاصه بكل صراحه واخويه وفيها بزاف ديال الوضوح والصفاء والصدق بحال اللي قلتي والمعاناه المشتركه. ماشي عيب نقولوها السي المعاناه المشتركه اللي كنتي كتروح لي بها واروح لك بها، واللي ربما تقريبا ربما واش كلشي الاخوان كنت متفق على هذا الشيء ولا بين الجانبين نكاد لا نخفي سرا على بعضنا، واللي كانت بحال اللي قلتي ماشي عيب الانسان تكون عنده اهداف انتخابيه، ولكن حتى واحد ما عنده الحق يشك في النيه ديالي.